اولا كنشكر الجمعيه ديال الان اسفي للاعلام والتنميه على هذه المبادره الانسانيه، المبادره مهمه من اجل التعريف بالاعلام الرياضي اللي كنعرفوا على ان الاعلام الرياضي له دور اساسي في المجتمع، خاصة وان المغرب مقبل على العديد من التدورات الكبرى من بينها نهائيات كاس افريقيا للامم 2025 ونهائيات كاس العالم رفقة البرتغال واسبانيا. كل التحديات تجعلنا على اننا نكون اليوم مهيئين على جميع المستويات، نهيئ اعلاميين بامكانهم انهم يرفعوا الراية للمغرب في هذا المحفل الدولي، وفي نفس الوقت خلق جيل جديد من الصحفيين الرياضيين حتى يساهموا في اعطاء قفزة نوعية للاعلام، لان الاعلام له دور اساسي في المجتمع التوعية، ولكن كنبحثوا على اعلاميين رزناء، اعلاميين عندهم كفاءة واعلاميين عندهم المهنية والحفاظ على هذه المهنة، لان المهنة بكل صراحة في بعض الجهات كنشوفوا بعض المواقع او بعض المواقع التواصل الاجتماعي يعني كتخرج على النص، ولذلك علينا ان جميعا اننا نتحلوا بالمهنية في المجال ديال الاعلام الرياضي. واليوم كنشكر جميع المنظمين وعلى راسهم السي عبد الهادي حميمو رئيس الجمعيه على هذه المبادره اللي جعلت انه حضور مجموعه من الفعاليات الرياضيه المحليه واعلاميه المحليه وكذلك الصحفيين الرياضيين على المستوى الوطني. انا بالنسبه لي مع الشباب في اي مجال، ولكن الشباب اللي عنده طموح وباغي يشتغل بمهنيه اللي كنبحثوا عليه هو المهنيه، المهنيه تكون هناك مع يعني اعلاميين شباب اللي عندهم مهنيه كبيره وظهروا على واحد المستوى كبير في العديد من المحطات، وكنتمنوا لهم المزيد من التالق، ولكن بالاشتغال وبالجديه وبالمشاركه في الندوات والمشاركه في الدورات التكوينيه. وبالنسبه لنا كداخل الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه عندنا برنامج مهم مع المعهد العالي للاعلام والاتصال على المنتدى الوطني الاول للاعلام اللي كان مناسبه اللي غادي نوقعوا واحد الاتفاقيه مع المعهد العالي من اجل تكوين الصحفيين والصحفيات بجميع مناطق المملكه، وهذه محطه بالنسبه للصحفيين الشباب حتى ينخرطوا معنا في هذه العمليه حتى نساهم جميعا في تهيئ جيل جديد من الصحفيين الرياضيين متميز ان شاء الله. باش يوصلكم الجديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. باش يوصلكم الجديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.